وعلاقاتهم واصحابهم. كان مين اصحابهم المقربين؟ طبعا ميرفت. ميرفت دي بالنسبه لنا يعني دايما، حتى هي تقعد نقول ايه، ميرفت فاميلي، يعني ميرفت اهلنا. هي سمت بنتها على اسمك طبعا طبعا. وعلاقتها بميرفت امين علاقه قويه جدا، أوي كانت من أوي أوي الصداقات اللي بيتحكى عليها في الوسط الفني. الله يرحمها حبيبتي، وانها جدع جدا. هم كانوا اربعه عنهم هم الاثنين، يعني هي وميرفت. يعني طبعا لا علاقه جميل. ايوه بدات ازاي كلهم ماتوا يا مفيد؟ يعني بتتكلمي على انكل انا كنت بشوفهم، انكل عوض، انكل سمير، انكل بهجت، انكل حسن مصطفى، ما كلهم اتوفوا. يعني هم دول كانوا اصحابهم، هم دول بيتين نايمين قايمين بيهم. طب بس علاقتها مع ميرفت امين ان هم ستتين، ستتين حلوين امارات، ومع ذلك هي سترها وغطاها وسرها. العلاقه دي اتعملت ازاي وهما الاثنين في المهندسين في نفس الحي؟ كان دايما مامي تقول عشان الصداقات تستمر لازم تحترمي مساحه وتدي مساحه خصوصيه وتحترميها وما تتحشريش في اي حاجه. هي كانت مامي دايما تقولي انا حتى كنصيحه يعني. طب ليه دايما يقال ان شويكار كان وراها مامتها، ماما ستو؟ ماما ست هي اعظم شخص قدر يقف في ظهر شويكار. ليه ماما؟ ايه بالذات ماما ستو؟ كملت مامي، وبعدين عشنا عند جده، وجده كان منفصل عن ماما ستو، يعني منفصلين، هو كان متجوز. فروحنا بعد كده عشنا مع ستو. اوكي. دينا بقى، وهي اللي شجعت مامي لما جالها الموضوع التمثيل، ويعني شجعتها وقفت معاها. وما تقلقيش، وما تقلقيش على منا، عامله زي امي. ربتني يعني، ربتني. بس الفتره الاخيره الاستاذه شويكار هي بطلت تمثل وكانت منقطعه عن العالم، هي بتتعامل بالتليفون الارضي مع اصحابها ما بتحبش الموبايلات، جبت لها 4 موبايلات ما لهاش، يضاعوا يتسرقوا يترموا يعني. بس هي كانت منا تكلمينيش على البتاع ده. ايوه، كانت بتعمل ايه في الفتره دي وليه هي كانت مامي تسلي نفسها وهي لوحدها؟ تسلي نفسها تماما يعني، يعني يتخيط يتبتكر بقى، يعني يكون عندها شنطه قديمه تبقي انت مثلا هتشحتيها او تديها لحد او كده. تاني يوم اللي هي عملت منها قصه تانيه، فاروح لا بقت حاجه تانيه، الفسيخ شربات بقت حاجه تانيه. تلاقي توكه تشيلها، وردايه تشيلها. هي كانت برج ايه؟ عرب. الابراج المائيه مرتبطه باشيائهم، بتشيل علشان تقدر تعمل منها بتتكر حاجات تانيه. عشان كده هي محتفظه بشقتها في المهندسين، وقالت لك اوعي تبيعيها ولا تفرطي فيها. بالظبط يا سويدي. فشقتها فيها بقى ايه اكتر الحاجات اللي هي أولا احتفظت بيها؟ شقتها متواضعه جدا، كانت هي وانفراد عايشين فيها على فكره، يعني بعد ما سابوا الزمالك راحوا قعدوا في المهندسين. متواضعه جدا يعني، شقه اوضتين فيها حته ليفينج صغيره كده، واوبن كيتشن وصالون بره. عشان قاعده مع ذلك عشان والتلفزيون. يعني مش ممكن. والتلفزيون. ايوه بس ايه الاساس؟ ليه وصلتك؟ في الاوضه تلفزيون في الليفنج يعني. طب انا عايزه ليه وصلتك ان انت ما تبيعيهاش ولا تيجي ناحيتها؟ هي مامي عندها بعد نظر في حاجات طول عمرها يعني، وحاجات دايما تلاقيها صح. يعني هي قالت لي الشقه دي في اول دور، ايوه يا منى اتفرجتي فيها، مش عشان حبيبتي انا كنت عايشه فيها، لا عشان يمكن تحتاجوها، يمكن ولادك يحتاجوها، يمكن انت تحتاجيها، يعني بتفكر عشان هي دور اول وتقدري ما تطلعيش سلم. كانت ست جميله قوي، ودايما للغير يعني، عمرك يا مامي ما شفتك يعني جابت حاجه لنفسها بجد. طب ابدا منى، انا يعني هي انفصلت بعد 25 سنة من فؤاد المهندس، وقعدوا سنين لغاية ما توفى الله يرحمه الأستاذ فؤاد المهندس يكلموا ببعض في التليفون. ليه ما رجعوش لبعض؟ كله اشتغلوا مع بعض. ليه ما رجعوش لبعض؟ ما اعرفش بقى. ليه بعد الحب ده؟ الله أعلم. والله دايما كنت أنا وأحمد محمد برضو نسأل نفس السؤال، هما يعني ما دام كده ليه ما نرجعش يعني؟ طب هو ليه اتطلقوا؟ لا ليه اتطلقوا؟ اقسم لك انا سالت السؤال ده 100 مره، والله ما اعرف، والله ما اعرف. هل كان في بوادر مثلا؟ هقول لك حاجه اللي انا كنت سمعته يعني وقتها، انه كان عم فريد قال ان في ناس وحشين يعني وقعوا.
او عملوا يعني. مين فيهم اللي صدق؟ الاثنين اكيد. الاثنين صدقوا قرروا انهم ينفصلوا. تهيألي يعني. انا كنت سمعت كده.